بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الخير لكل من يشاهدنا عبر الصفحة الرسمية لولاية مستغانم من داخل الولاية ومن خارجها. نحن هنا وإياكم مباشرة عبر محطة خروبة من أمام جامعة عبد الحميد بن باديس، لنحضر وإياكم التدشين لمحطة رامواي مستغانم. كما تشاهدون هذه صور المباشرة لتدشين مشروع ترامواي مستغانم. أين سيشرف سيد وزير النقل كمال بالجود رفقة والي الولاية السيد عيسى أبو لحية على تدشين هذا المشروع ووضعه حيز الخدمة. السيد الوزير حل بولاية مستغانم ضمن زيارة تفقد لقطاعه بالولاية ضمن الوفد المرافق له. إذن كما تشاهدون مشاهدين عبر الصفحة الرسمية لولاية مستغانم، هذا التدشين لمشروع ترامواي الذي انتظره سكان الولاية بفارغ الصبر من طرف وزير النقل السيد كمال بالجود، مرفوغا بالسيد والي الولاية السيد عيسى أبو لحية والسلطات الأمنية والعسكرية ونواب البرلمان بغرفتيه إلى جانب وسيط الجمهورية وأسرة الإعلام. Thank you.
سمير.